قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعد وعرفت غزوات يرى بها الثبات سبع هي المشتهرة لدى قتال الكفرة. الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعتذر عن هذا التأخر، وإن كاننا في الوقت على كل حال. موضوع درسنا أو لقائنا في هذه الدورة المباركة يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى ليس هو ما موجود عندكم، وإنما اخترت كتابا قد يكون يعني مجهولا عندكم، إلا أنه يعني في عند المغاربة معروف، وهو الدرر في اختصار المغازي والسير. هذا الكتاب مؤلفه هو عالم مشهور ومحدث معروف وفقيه غني عن التعريف، وهو الإمام الحافظ يوسف بن عبد الله أبو عمر بن عبد البر النمري الأندلسي. تلاحظون في هذا الكتاب من خلال عنوانه أنه ذو حجم صغير، لكن هو قد كتب يعني في السيرة ما هو مختصر ومفيد، حتى أنه بدأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته ولم يتناول ما قبل البعثة، لأنه كان قد ذكره في كتاب آخر معروف ومشهور، وهو الاستيعاب في معرفة الأصحاب. في مقدمته تكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وفي الأمور المهمة فقط. وقبل أن ندخل في دراسة هذا الكتاب، أردت أن أعطي مقدمة أو مدخلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أراها مهمة جدا. وهذه المقدمة ذات محوران. المحور الأول إذن يتعلق بمدخل السيرة، يعني كمدخل عام، والمحور الثاني يتعلق بمؤلف الكتاب وكتابه، يعني نظرة شاملة عن حياة المؤلف وعن كتابه، يعني في منهجه في التأليف. أقول وبالله التوفيق، في المحور الأول وهو مدخل لدراسة السيرة النبوية، أول شيء نعرف ما هي السيرة النبوية. اختلفت الآراء في تفسير السيرة النبوية، وسبب الخلاف راجع إلى التنازع في اعتبار السيرة، هل هي جزء من السنة أم أنها
يعني علم خاص مستقل عن السنة النبوية. ولذلك فعرفت بأحد أمرين. الأمر الأول اعتماد على التعريف اللغوي، إذ كل منهما يطلق سواء السيرة أو السنة بمعنى الطريقة، بمعنى الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. بل إن صاحب مقاييس اللغة عرف السنة بالسيرة، فقال السنة والسيرة هي كيف كيف نفس التعريف. والثاني، التعريف الثاني، وهو أنهم جعلوها جزء من السنة، فالسيرة جزء من السنة. ولذلك عرفوها بالتعريف التالي: كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. هذا تعريف عام السنة. تلاحظوا في التعريف القول يدخل فيها والفعل يدخل فيها والتقرير، وهو ما فعله الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو أبلغ به فسكت عنه أو مدحه، أو صفة خلقية أو خلقية. والصفات الخلقية هي يعني كيف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشكل تاعه طويل عارض أسمر أبيض هكذا، هذه الخلقية. والصفات الخلقية وهي أخلاقياته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أو السيرة، فالسيرة تدخل في السنة، لكن ليس كل ما يوجد في السيرة يدخل في السنة، ولكن جزء منها. ثم قال: سواء كان قبل البعثة أو بعدها. ولهذا لاحظوا أن السنة أعم من السيرة، هذا شيء. وعلى هذا فإن السيرة النبوية يكون المقصود منها كيف كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس طوال حياته من مولده إلى وفاته. ومن ثم يمكن تعريفها بأنها ذكر أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، وما يتعلق بذلك من أشخاص ووقائع مع ترتيبها ترتيبا زمنيا. وعلى هذا فقولنا ذكر أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته توضيح للغرض الأول من السيرة، وهو دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأحداثها ووقائعها، وذكر ذلك على نحو متسلسل من المولد إلى الوفاة وما تبعه من أحداث. وقولنا ما يتعلق بذلك من أشخاص ووقائع يدخل فيه ما كان قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الكلام عن نسبه والكلام عن موطنه والكلام عمن كان يعيش معهم والأحداث والحالة نتاع الجزيرة العربية كيف كانت وما يصاحب ذلك. وقولنا مع ترتيبها ترتيبا زمنيا يوضح ذلك، يعني الأحداث بالسنين. فتلاحظوا لما نتكلموا على المنهج في التأليف أن هناك منحة كل عام ماذا حدث فيه. في العام الأول مثلا البعث النبوي ونزول الوحي، ثم العام الثاني والثالث والرابع إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ألفاظ لها علاقة بالسيرة، من هذه إذن المصطلحات أو الألفاظ السنة، وذكرنا
يعني الفرق بينها وبين السيرة. اثنين، المغازي. المغازي كانت تطلق على السيرة النبوية في بداية عهد التأليف، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا كانوا يسمونها المغازي. وأوضح دليل على ذلك أن الكتب الأولى التي ألفت كانت باسم المغازي، مثل مغازي موسى بن عقبة، وهو المتوفى في سنة 141 هجرية، ومغازي وسير بن إسحاق، ومغازي الواقدي، فكانوا يسمون السيرة مغازي. والسبب هذه التسمية أن التركيز كان على ذكر المغازي، أو أنها أهم الأحداث، أو أنها آخر الأحداث، لذلك يعني سموا السيرة بالمغازي. وهناك لفظ آخر بالسير، ما هو السيرة، بلفظ الجمع السير. وهذا التعريف كذلك يفيد أن كلمة السير تعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به، حتى الصحابة والقرابة والأصدقاء وحتى الذين عاصروه والأحداث التي كانت قبله، لذلك سموها كذلك السير. طيب، ما هي العلاقة إذن بين هذه الثلاث؟ نلخص الكلام كالتالي: أولا، علاقة السيرة بالسنة. السيرة هي جزء من السنة، فبينهما إذن عموم وخصوص. فتنفرد السنة بأحاديث الأحكام، السيرة ما عندهاش علاقة بأحاديث الأحكام، وإنما هي سرد لوقائع. كذلك الأقوال، فالأقوال عندها علاقة بالحديث، وكذلك المواعظ والفضائل وأحاديث البيوع والتجارة وغيرها تدخل في السنة. وتنفرد السيرة بالتواريخ الأحداث، يعني التأريخ للأحداث وإعداد شهودها الذين حضروا، والحديث عن الإرهاصات، يعني الإرهاصات هي يعني الأحداث التي واكبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، مثلا تهدم بعض صواعم كسرى، هذه تسمى إرهاصات. إذن هذا بالنسبة للعلاقة بين السيرة والسنة. العلاقة بين السنة والتاريخ، هل السنة هي التاريخ؟ هل التاريخ هو السنة؟ الملاحظ أن هناك مؤلفون علماء ألفوا كتبهم بعام مثلا تاريخ الأمم والملوك لإمام الطبري، تاريخ الذهبي الكامل في التاريخ لابن الأثير، فما علاقة السيرة بالتاريخ؟ التاريخ شيء عام، والسنة جزء من التاريخ يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله. في التاريخ ممكن يذكر قبل بداية الخلق ويمشي إلى ما بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أن التاريخ يهتم بكل شاردة وواردة إلى غير ذلك.
إذن فالعلاقة بين التاريخ والسيرة أن السيرة جزء من التاريخ، لكن يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ميزة السيرة أنها تتعلق بأطهر الخلق اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، بينما التاريخ يتعلق به وبغيره، فلها ميزة ومكانة أكثر من التاريخ كائن. الأمر الثاني الذي نتحدث عنه هو عناية السلف بالسيرة النبوية. كيف اهتم السلف بهذه السيرة؟ باش تعطينا دافع إلى دراستها والاهتمام بها. نلخص اهتمامهم في النقاط التالية: أولاً، ارتباط المغازي بمناقب الصحابة. كان يرى الصحابة أنهم جزء من السيرة، أو هذا الحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم بالنسبة لهم. يدل على ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن أبيه، عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد عن جده عبادة بن الصامت، وكان أحد النقباء، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب. وكان عبادة من الاثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى بيعة النساء على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، كما قال. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: إن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به، يعني كان يفتخر به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقيته يعني للإسلام. وكذلك الحال بالنسبة في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، فقد روى عنه أولاده عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله كعب كان قائد حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله، وفيه: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. شوف هذا الكلام هذا. فكان يرى أن بيعة العقبة بالنسبة له أعظم من مشهد بدر، وإن كان بدر، يعني غزوة بدر، هي من ناحية القيمة أعظم، لأنها كانت أول انتصار للمسلمين، وبيعة العقبة كانت تأسيسا وتمهيدا لهذه الانتصارات. ثانيا، أن الحكام المسلمون كانوا يأمرون العلماء بتعليمها في المساجد لأهميتها. فقد أمر عمر بن عبد العزيز عاصم بن عمر بن قتادة بأن يجلس في مسجد دمشق فيحدث الناس بالمغازي، بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب الصحابة، ففعل. ثالثا، أن الأحفاد كانوا يأخذون السيرة عن آبائهم وأجدادهم ويحدثونها لأبنائهم. فكان الابن الأكبر يروي عن الأصغر، والأب يرويها للابن، هكذا. قال ابن إسحاق: حدثني معد بن كعب بن مالك أن أخاه عبيد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعبا حدثه، يعني كان يحدثه عن المغازي. وكذلك ما ذكره الحاكم عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: قال عبد الله بن الزبير لأبيه: يا أبت حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث عنك، فإن كان
فإن كل أبناء الصحابة يحدث عن أبيه. وقد روي كذلك عن محمد بن سعد قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ويعدها علينا ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. فكان يربي رحمه الله أبناءه على هذا الأساس. وعن الحسن علي بن الحسين قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأبنائنا كما نعلم الصورة من القرآن. ولم يقتصر هذا الأمر على الرجال، بل كان النساء كذلك. فهجرة أم سلمة وأبي سلمة للمدينة كما سنذكرها في حينها، فقد رواها عنها ابن حفيدها سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة. كذلك مما يوضح اهتمامهم بها سؤال التابعين للصحابة عن مشاهدهم رغبة منهم. فعن يزيد بن شريك التيمي قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك. إذن وهكذا يتضح اهتمام السلف صحابة وغيرهم رجالا ونساء صغارا وكبارا بالسيرة النبوية. طيب، ما منزلة السيرة ومكانتها في التشريع؟ إذا كانت السنة لها مكان في التشريع، فكذلك السيرة لها مكان في التشريع. ولذلك كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يرجح بها كما يرجح بالحديث الصحيح المتصل ذو الإسناد المتصل. ومن ذلك حيث قال: وقد قيل تذبح خيلهم وتعقر، ويحتج بأن جعفر عقر عند الحرب، يعني ما ينالهم المسلمون من الكفار، فتذبح وتعقر. وذكر أن هذا أخذه من السير لما لم يجد يعني أحاديث قوية في السنة. ما هي فوائد دراسة السنة النبوية؟ أو بعبارة أخرى، لماذا ندرس السيرة النبوية؟ أيها الإخوة، ليس الغرض من دراسة السيرة النبوية وفقهها مجرد الوقوف على الأحداث التاريخية، ولا سرد ما يعني طرف وجمل من القصص والأحداث، وإنما ندرسها لجملة من الفوائد، من أهمها حتى نفهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حياته وظروفه التي عاشها، للتأكد من أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد عبقري ولا مصلح ولا سياسي. لأن لما نتكلم على التأليف السيرة النبوية نجد أن هناك من ألف قال الرسول القائد، واحد قال المصلح، واحد قال كذا واحد كذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن ننعته بهذه الأمور؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رجل قدوة في كل شيء، ولهذا فنقول أنه نبي مرسل تتوفر فيه جميع الصفات.
ولأجل هذا حتى نفهم هذه الشخصية أنها ليست مجرد عبقري ولا مصنع اجتماعي ولا مربي ولا كذا ولا كذا، بل هو رسول تتوفر فيه كل هذه الأمور. لأجل هذا قال الله عز وجل في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا، أن يجد الإنسان المسلم بين يديه من خلال دراسة هذه السيرة المثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة، كي يجعل منها دستورا ومنهجا يتمسك به في حياته. ولا ريب أن الإنسان مهما بحث على مثل أعلى في أي ناحية من النواحي لن يجد أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الرسول. ولذلك قال الله تعالى: وإن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي في كل شيء. كذلك من فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد الإنسان في دراسته لها ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى. فهناك العديد من الأحداث التي واكبت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت في حياته تحدث عنها القرآن. فقد تحدث القرآن عن يتمه، تحدث عما لقاه من ويلات من إيذاء، تحدثت عن غزوة بدر، عن غزوة أحد، عن غزوة حنين، عن تبوك، عن الثلاثة الذين خلفوا، وهكذا كثير من الأحداث. تحدثت عن الصراع بين المسلمين وبين اليهود، تحدثت حتى عن الصراع مع النصارى. ولأجل هذا فدراسة السيرة وسيلة لفهم كتاب الله عز وجل. كذلك من أهدافها أن ينال الإنسان رصيدا معتبرا من الثقافة الإسلامية. نحن أيها الإخوة في زمان الناس أو الكثير من المتأثرون بالثقافة الغربية، الثقافة العلمانية، الثقافة الإباحية، الانبهار بالشخصيات ولغير ذلك. فدراستنا للسيرة تعطينا ثقافة إسلامية نقية تعوضنا عما سواه. كذلك من أهداف دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لدى المعلم والمربي والداعية والمصلح إلى غير ذلك نماذج أو نموذج، يعني في اختصاصه. فالمربي من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكتسب وينال ويحصل على الأمور التربوية، والشخص الداعية يجد الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله عز وجل، والمصلح الاجتماعي يعرف كيف يتصرف، والقائد الحربي كذلك ينال كذلك النموذج القيادة الحربية، وكذلك السياسي والاقتصادي والدبلوماسي إلى غير ذلك. كذلك من فوائدها أخذ العبر والدروس من الأحداث، من هذه الأحداث، لأن التاريخ كما يقال يعيد نفسه، وبالتالي الإنسان أن يأخذ هذه العبر و يعني يطبقها في حياته. كذلك من فوائد دراسة السيرة النبوية معرفة تضحيات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين عاصروه، كيف ضحوا من أجل قيام هذه الدولة الإسلامية، من أجل نصرة هذا الدين، من أجل استمرارية هذه الدعوة، من أجل هذه الفتوحات التي أوصل لنا هذا الدين. وفي المقابل أيضا يعرف
مخططات الأعداء، من هم الأعداء وما هي مخططاتهم وما هي أساليبهم، حتى الإنسان المسلم يكون على حذر منهم. من فوائد دراسة السيرة النبوية معرفة عظمة هذا الدين، وأنها الدين صالح لكل زمان ومكان. كذلك من فوائد دراسة السيرة النبوية معرفة مناهج الإسلام وأصوله عقيدة وعبادة وأخلاقا وسياسة واقتصادا وغيره. فدين الإسلام دين كامل وشامل، فدراسة هذه السيرة تعطينا هذه المعلومات. كذلك من فوائدها معرفة الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن في دراسة السيرة النبوية على أي منها، سواء المنهج التاريخي ولا المنهج المحدثين ولا غيرها، يجعل الإنسان يتحرى الصحيح من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتشبث بها وحتى يدافع عن بها ضد المغرضين الذين يريدون أن يشوهوا سمعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائدها ما يؤدي إلى تعميق محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه المحبة وهذا الاحترام الذي يجعلنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لن نناله أو نحصل عليه إلا بدراسة لهذه السيرة، لما نعرف كيف واجهوا الأعداء، كيف ثبتوا على دينهم، كيف تخلوا عن أوطانهم وعن أموالهم وعن أهليهم وهاجروا وبذلوا ما بذلوا، وهناك من مات في سبيل هذا في هذا الدين وهذه الدعوة، وهناك يعني من قتل واستشهد، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن أيها الإخوة، يعني هذه يعني بعض الفوائد التي يمكن أن نجنيها من خلال دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك المنهج حتى في المجال الشعري، هناك من كتب على منهج الشعر على طريقة شعراء، فلخص السيرة النبوية في بيوت من الشعر، وهذا لا يتمكن منه إلا الشعراء ليقدروا هذا. من بينها ما كتبه ابن الشهيد لسمى مؤلفه فتح القريب، ومن المحدثين عمر الحوري اللبناني سماه سيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حتى في المنهج المسرحي اللي كتبها مثل اكتب مثلا إسلام عمر، تكلم مثلا على الهجرة النبوية، ثورة الإسلام، وسمها مدار مسرحيات. ولكن ما يلاحظ في كتابة هؤلاء الأدباء ليسوا أناس ملتزمين ولا ممن مثلا يريد التزام بمنهج الإسلام، ولهذا وقعوا في أخطاء فادحة، يعني كما وقع من كتب على الأسلوب على المنهج العقلي، مش عقلي مثلا محمد حسن هيكل، محمد فريد وجدي، سير محمدي في ضوء العلم الحديث. فهذه الدراسات وإن كانت فيها فوائد إلا أن فيها عيوب، من عيوبها أن كل ما يتعلق بالجانب الغيبي لا يتكلم عنه، أهمله. والسير النبوية ينبغي كما سنذكر أنها ينبغي أن تتناول بجميع أحوالها، لا نقتصر على جانب السمعيات والجانب الغيبيات فقط، ولا نهمل جانب الغيبيات ونتكلم غير الأمور اللي تتعلق بالعلم. فالمنهج العقلي معناه أن جانب المعجزات وجانب الغيبي كله لا يتناولونه، وهذا يعني ضربة
لأنه منهج غربي الهدف منه هو إبعاد المسلمين عما يتعلق بجانب الغيبيات. عندنا كذلك شحال الساعة باش نعرفوا شحال مازال المغرب 8 دقائق. عندنا آخر منهج نتحدث عنه منهج المحدثين أو المنهج ما يعرفه المنهج النقدي المحدثين. المنهج هذا يشبه المنهج التاريخي في كتابة السيرة، إلا أنه يعني فيه الاهتمام بالجانب السند وعن تصحيح الأحاديث الأخرى مهم جدا. ولأجل هذا فهذا المنهج ممن يعني يعد يعني التزم به من الأوائل مثل ابن كثير، الإمام ابن كثير في بداية ونهاية أو السير النبوي ابن كثير، الإمام الطبري إلى حد ما، يعني كتابة السيرة بطريقة تحدثنا فلان عن فلان أنه كذا كذا كذا. لكن ما يمكن أن يقال في هذا المجال أن الدراسات في هذه، وإن كان البعض ألف كتبا حتى اسمها السيرة النبوية الصحيحة كمثلا أكرم ضياء العمري العراقي، وهناك دراسات في الماجستير والدكتورة يعني أشرف عليها يعني 10 أو 20 أو 30 رسالة تكلمت مثل المرويات، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة تبوك مثلا، في السيرة النبوية قبل الهجرة مثلا. إلا أن كل منهج من المناهج إلا وفيه عيوب. فالمنهج التاريخي أنه يسرد دون سند في الغالب، والمنهج تاع المحدثين أن البعض كمثلا الإمام الطبري ولا حاجة يذكر السند، ولكن لو أن محققا يحقق الكتاب هذا يوجد كثير من الروايات المروية مكذوبة أو موضوعة أو ضعيفة جدا. لكن عزاؤه أنه قال أنا جبت لكم الأخبار بالسند نتاعها، يعني وللنقاد من المحدثين أنه ينتقد هذه الأحداث ويبين الصحيحة وسليمة، يعني وصل لك الأخر وأنت بحث عن الصحة ولا. فهذا عيب من العيوب. من كذلك من السلبيات اللي اعتبر البعض سلبيات أن ليست كل أحداث السيرة النبوية صحيحة، ولذلك كثير منها فيها الضعيف. لكن كلمة الضعيف ينبغي أن يفهم على حقيقته، كلمة حديث ضعيف في كثير من الأحيان أنه كي نقول نحكم بأنه ضعيف ما هوش معنى قطعيا باللي ضعيف في نظر مؤلف أو في نظر محدث أنه ضعيف، لكن في نظر واحد آخر غير ضعيف فقد يكون صحيحا. ولأجل هذا حتى الذين كتبوا على المنهج المحدثين وأرادوا أن يلتزموا الصحة فلم يسعفهم هذا الأمر، ف يعني ذكروا بعض الأحداث وهي ضعيفة، لأن لو كان ما إذا لم يدرجوها في مؤلفاتهم فإن كم هائل من السيرة النبوية لا تذكر. إذن الحاصل أن منهج المحدثين كذلك حتى وإن كان الأمل فيه يعني جميل إلا أنه لا يفي بالقدر المطلوب إن تروح لنا كثير من أحداث السيرة النبوية. هذا ما يمكن أن يقال يعني في مقدمتنا للسيرة النبوية.
المحور القادم سنتكلم قبل ما نبدأ في التفصيل، المحور الثاني التعريف بمؤلف الكتاب اللي هو أبو عمر بن عبد البر ومنهجه في كتابة السيرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجعل من يستمعوا القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا كان سؤال ولا حاجة في هذا المجال تفضل، إذا واحد عنده سؤال ولا استفسار ولا إضافة ولا شيء من هذا القبيل تفضلوا، وإلى نختم إن شاء الله. مكانش خدمه. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قد صبر العباد فكتب الجهاد، فشمروا وجدوا رمى النبال سعد، وعرفت غزوات يرى بها الثبات، سبع هي المشتهى